مهم. انا كنت واجد دابا في سبيطار محمد الخامس. السبب هو ثلاثه ديال الحالات، ثلاثه ديال الوليدات شربهم باهم الملقاطه من الحد ولا الفرز. جينا لوبيطال ما كايناش لومبيلونس، راه خاصكم تحركوا، راه خاصكم تحركوا. ها الناس ديال جديده اللي عندكم غير على الشوك يقول لك انا جديدي، راه خاصكم تحركوا على هذا الظلم. هما الوليدات كيف ما كتشوفوها هما جايبين مخرجينهم غيديوهم الحاله ديالهم، وخا حنا ما بغيناش نبينوا وجههم ولكن راه الحاله ديالهم كتبينها مكتومه. الوليدات الوليد الصغير هو بحال حرجه الاخت حتى هي هاهي هي بنت هضرات معايا هلولين ها هو تا هو لا حول ولا قوه الا بالله. اذا هما محسنين هما اللي غيحاولوا غيجمعوا فلوس ديال هاد لومبيلونسي باش يديهم الكارت. الموضوع هو انني انا درت زياره الانسان بالوبيطال محمد الخامس بالجديده. انا ديما كنشوف وقفات احتجاجيه ويعني وكنقول ربما واقيلا ما كاينش هذا الشيء. كيقول لك كيطلع واحد في اللايف كيقول لهم واه مساحي الكابه وباغي نديروا الناس من المناصب، حيت تعطي فرصه انني كنت موجوده بعلم ما كان وقمت بزياره لواحد المريض تماكين نازله في المستعجلات كنشوف الناس كتغاوت بحال هكا. دخلت قلت لهم مالكم المراه ها هي موجوده مسكينه اللي جايه من حد ولاد فرج. قالت لي ثلاثه الوليدات شاربين المقاطع. قلت ليها واش داروا لهم؟ قالت لك حتى واحد ما دوى معنا حتى واحد ما تمنى. قالت لك شربوا لهم شي حد باسكو انا شي حاجه ما حضرش عليها ما نقدرش نخرجها من فمي. يعني كيبقى داك الشيء ديالهم اونتخ فين كيسكنوا ولوبيتال انا ما حاضرش ما عارفاش. يعني انا داك الشيء اللي شفته وما تقبلتوش هو ان ثلاثه الوليدات كيتركلوا فوق الباياس. دخلت عند الطبيب البيرو ديالي قال لي ما تهجميش عليا. قلت له ما تهجمش عليا كنطلب منك الاسعافات الاوليه لهاد الوليدات. قال لي مالهم ولادك؟ قلت له ولادي تما الا جا واحد النهار هنا وقتدا الحال راه غادي يطرى لي مواقيلة بحال هكا. قال لي غادي نتابعك. قلت له مرحبا. قال لي خاص البوليس خرج كنلقى البوليس على برا ديزانسبكتور. قال لي سمحي لي اختي السيد اللي دار هاد الشيء راه معتقل. قال لي دابا خاص الاسعافات الاوليه لهاد الوليدات. ما كاينش شي واحد حرك شي ساكن في هذاك لوبيطال نهائيا. يعني انا كانوا ناس كانوا سيدات شنو نقول لك كيبكيو عيالات كيبكيو رجال بكاو وبداو الناس كيحطوا هامو الالف هامو 400 هامو 600 هامو هذا في المويكا راني جبتها وريتها. يعني لا اب لا ام حاضرين والو. رغم هكا قلت له عطينا الوراق باش نديو هاد الوليدات نديروا لهم اسعافات اوليه. بلا عطاني الورقه خرجتهم هزيتهم في لومبيلونس ديتهم المزاكون ما قبل ما قال لك ما نقبلهمش باسكو ما كايناش واحد لاباغاي باش غادي يشوفوا لهم لو تويو. مي انا بلي جيت هنا راه ماشي لو تويو داروا لهم ديريكت، راه الاسعافات الاوليه تبارك الله تعطاتهم هنايا. راه ما كانوش كيدويو راه جاو مغيبين. وما مشيت من هنا حتى 3 ديال الصباح وتا دوات البنيه وتا دوا الوليد والوليد الصغيور اللي بقى مسكين على وجههم. المهم ما بينو بين دخلت عندهم حتى هما كيديروا لهم في السيروم وتيديروا لهم في جميع الاسعافات وهذا تدواو. حيت انني الغد لي طالبت مني الفرمليه اللي كانت ان الحويجات ديالهم لان كانوا في حاله مزريه ما تشوفش دوك الوليدات فهمتيني ولا لا. في الطوموبيل ديالي باقي عندي صنيدلاتهم مقطعينها ما عندي في الكوفر وداك الشيء. يعني مشيت بحالاتي في لومبيلونس هزيت طوموبيلتي من محمد الخامس جيت اليوم عاوتاني باش نادي واحد الواجب ديال مي. دابا بلي جات امهم وجات اختهم هنا كتسالي رسالتي وهنا كيسالي خيري والسلام عليكم. ولكن هذا الشيء راه كنطالب وراه ما خصناش نسكتوا عليه. راه ما خصناش نسكتوا راه حشومه. اديوا واجبكم كما ينبغي هاد الناس واللي ما قادش عليه يخرج يسلم. واش هاد لوبيطال اللي عندنا مثلا حنا في الجديده ما واش لوبيطالنا فيه لا حارس عام لا مدير لا طبيب؟ سدوه ما تخليوش الناس يوصلوه يتحيد يتنفى كوم كوا حتى الا جات شي حاله وراه مسدود. بون غنجيو ديريكت لكازا. ماشي الاولاد بقاو من الوحده وهما يا مليوحين فوق الباياس في المستعجلات حتى الربعه العشيه عاد كنخرج بهم انا الكلينيكات وما كيتقبلوش وكيقول لك ديهم لكازا وكذب. حتى الكلينيكات الله ياخذ فيهم الحق كذب.
دير المعاينه ودير الاسعافات الاوليه بعدا، عاده ما كاين لا معاينه لا والو، كيشوفهم هكا مسخين ساكن وفي هذيك الحاله هكا كيقول لك كيقول لك ما يمكنش نشدوهم، ما يمكنش نشدوهم بيان سيغ. واش فهمتيني ولا لا؟ يعني علاش؟ واش فهمتيني؟ يعني علاش كون جا ولد فلان واتصل عليك بالتليفون وجا نقيهم سكسف ولابس وهذا بون اون فالو برون، راه حرام عليكم، اديوا رسالتكم كما ينبغي. انا راه ما بغيت حتى شي حاجه، راه واخا يعني ان جور سي كنحب بلادي، مغربنا زين، كنمشيو نخدموا على برا وكنجيبوا فلوس الحمد لله، وكاينين دي تخويك في بلادنا، عاش الملك، عاش الملك. ولكن الناس اللي فهمتيني اللي دايرين هاد البلاد كلها مسؤولين ما كاينينش، حشومه، عار، عار. راه انت نتوما نتوما ولو صحفيين حاولوا، ما تخاوش تيجيب لكم المواطن ولا تيجيب لكم الجمام، حاولوا تبحثوا، حاولوا توصلوا لشي حوايج اللي راه المواطن فيها مضرور بزاف. راه حشومه، دابا كيقول لك كلشي بغى يحرق وكلشي بغى يمشي وكلشي بغى اوروبا. واش يا خويا شوف هذوك الناس اللي مساكن غرقات وماتت، اشنو علاش داروا هكا؟ ها على الاقل تكون عندنا الصحه، ها الصحه بعدا المرض هو الاساس. مادام كنمشي على جليه غنجي عندك غنقول لك اختي عطيني ناكل، غتعطيني ناكل، غندق باب غادي نخرجوا لك اللي طيب بغى ياكل. ولكن بنت ولدي تشوف الوليدات حاله يعني الموت، البنت كتركل ولا من يحرك ساكنا. صافي سالينا، حنا بغينا شي حل. الا كان حتى نتوما اللي كتعرفوا عندكم مواصلات، انا جو سيبا، انا جيت على شغلي كنقضي فيه في المغرب وان جو غادي نرجع بحالاتي، فهمتيني، مع دارنا ومع اخوتي. مي حاولوا، راه ما كاينش الصحافه الجديده بصفه نهائيه، بصفه نهائيه، والكذب والنفاق بصفه نهائيه. يعني هذوك الوليدات اللي كانوا البارح كنا جاوش هنا، كنا اليوم غادي تقولوا ثلاثه الارواح ماتوا الله يرحمهم، حقه ما حقه، يكذب عليك الكذاب. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.